دعونا نروح لقطاع الكهرباء. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن قطاع الكهرباء بيلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة المصرية، وأضاف إن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي. أشار الوزير إلى التحديات الكبرى التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة. كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شدد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار تصدير الكهرباء لأوروبا حتى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. من الواضح أن الحكومة يعني عندها النية وعزمة يعني على فكرة تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بشكل كبير، يعني اللي احنا شايفينه كده من اللي حصل، الاجتماعات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، واللي شايفينه كمان ان احنا محتاجين ان نعمم ده مش على المؤسسات الحكومية اللي ممكن انها طبعا هتلتزم بالقرارات، بس محتاجين كمان الوعي والثقافة على مستوى الناس علشان نقدر ان احنا نستغل الفرصة اللي على المستوى العالمي ونقدر يبقى عندنا عائد من وجود الكهرباء. يعني احنا من 8 سنين كنا بنتكلم ان احنا ما عندناش كهرباء، وكان ملف الطاقه من الملفات. انا فاكره ان من اول الحوارات اللي تحدث عنها الرئيس كانت فكره ان الكهرباء بتقطع في المستشفيات وبتقطع في البيوت. فالنهارده احنا بنتكلم ان احنا لا، احنا بقى عندنا كهرباء وعايزين نرشد الاستهلاك، يعني بقى عندنا كهرباء كتير وعايزين نرشد الاستهلاك ونصدر. يعني مهم قوي نجاوب على السؤال، طب احنا عندنا كهرباء كتير، احنا هنرشد الاستهلاك ليه؟ بالضبط. يعني ده سؤال مهم جدا، لان طبعا بعد قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء تخبط على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الامر ده. الاجابة بمنتهى البساطة، احنا زي ما حضرتك اشرت من 8 سنين كان عندنا عجز في الطاقة الكهربائية، وكان توزيع الكهرباء في مصر غير عادل، وكان علشان نشغل الكهرباء في حتة نقطعها في حتة. حاليا لا، احنا عندنا طاقة كهربائية وعندنا وفر كهربائي، و المشاركات مع الدول العربية في تبادل الطاقة الكهربائية ما أصبحش من منطلق إن أنا وقت الذروة عندي مشكلة وبحلها، لا، من منطلق التصدير ومن منطلق إن أنا بصدر طاقة كهربائية. طب إحنا هنوفر ليه؟ ببساطة شديدة جدا، علشان الطاقة الكهربائية اللي عندي دي استخدامها واستهلاكها وأيضا بيكلفني نفقات، يعني أنا عندي الطاقة ولكن استخدامها واستهلاكها بيكلفني نفقات تشغيل ونفقات قطع غيار ونفقات كثيرة جدا. طيب وفي نفس الوقت هذه الطاقة الكهربائية أنا لو صدرتها هتوفر لي عملة دولارية اللي أنا محتاجها في الوقت الحالي علشان الأزمة العالمية الكبيرة. صحيح. فأصبحت أن أنا محتاج أن أنا أوفر الطاقة الكهربائية علشان أصدرها علشان توفر لي عملة دولارية. أنا بستثمر ما لدي بقدر الإمكان من طاقة كهربائية، وبالمناسبة على نفس الصعيد الغاز الطبيعي، أنا برضو عندي وفر كدولة من الغاز الطبيعي، ولكن في نفس الوقت الغاز الطبيعي سعره غالي دلوقتي نظرا للأزمات العالمية، فأي تصدير لي هيساهم في تحسين الاقتصاد بتاعي وتوفير العملة الدولارية. فتوفير الاقتصاد الغاز وتوفير الكهرباء ليس لأني دولة عندي عجز في المخزون الكهربائي أو في الطاقة الكهربائية أو في الغاز، ولكن التصدير سيساهم في توفير العملة الدولارية اللي أنا بستخدمها في حاجات كتيرة جدا، وعندي التزامات وعندي استيراد وعندي حاجات كتيرة جدا. الأمر ده محتاج التوضيح بمنتهى البساطة كده، احنا مش عندنا عجز، احنا عندنا فائض، ولكن بنرشد الاستهلاك علشان كل اللي هنرشده هنصدره يحقق لنا عائد دولاري افضل. لو هو السؤال هو ليه نهدره؟ يعني احنا عندنا فائض ليه نهدره؟ هو ده اللي يعني يعني هو الفائض لما بنستخدمه في الاستهلاك بيبقى ممكن في اوقات الرفاهيه. صحيح. لكن احنا دلوقتي العالم كله بالمناسبه بيدور على الموارد المختلفه بتاعته اللي تخليه يقدر ان هو يحقق اكبر قدر من الترشيد على لغايه ما الازمه اللي احنا فيها مش هتخلص انت.